دكتور أكثم، هل اختلفت وجهة نظر أولاف شولتز أو فلسفة برلين في التعامل مع المعارك الجارية والحرب الدائرة في أوكرانيا من سبتمبر إلى هذا الشهر؟ ما الذي اختلف في وجهة النظر الألمانية؟ لا أعتقد، تحياتي للجميع، أن هناك اختلاف كبير. إذا لاحظت تصريحات الرئيس بوتين في هذه المكالمة الهاتفية أو تصريحات المستشار شولتز، في كلا التصريحين أو في كلا الحالتين هناك إعادة لمواقف معروفة وثابتة للطرفين بغض النظر الآن عن تقييم هذه المواقف. لكن مع ذلك، مجرد حصول الاتصال، هذه رقم واحد بحد ذاته، بعد حوالي شهرين ونصف من القطيعة، هو علامة إيجابية أن هناك رغبة لدى مختلف الأطراف للحوار حول حل مفترض ممكن يمكن الوصول إليه بغض النظر الآن أو بعد ذلك. النقطة الثانية الهامة جدا، أنه بينما كان شولتز يتحدث مع الرئيس بوتين، أي التواصل بين برلين وواشنطن وموسكو قائما، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في واشنطن، وجرت هناك أيضا تصريحات حول موضوع المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وإن رفضت روسيا طبعا إعلاميا الشروط الأمريكية أو ما أسمتها الشروط الأمريكية. هذا يعني في المحصلة أن لدينا حراك دبلوماسي لم يكن قائما قبل أسابيع قليلة، ولم يكن بهذا التوسع بين العواصم موسكو، برلين، باريس وواشنطن. ليكن السؤال إذن بشكل آخر، هل الاشتراطات أو المحددات والضوابط الغربية الأوروبية تحديدا، إذا كان هناك تفاوض أو مباحثات للحل السياسي قبل 5 أو 6 أشهر، هي نفسها المحددات الأوروبية المطروحة الآن إذا ما كان هناك نية لتسوية سلمية للأزمة؟ أكيد المحددات تختلف. أساسا هناك غموض يكتنف هذه المحددات. في البداية كان الحديث عن انتصار أوكرانيا، في البداية كان الحديث عن تدمير روسيا أوروبيا وأمريكيا. الآن الحديث دائما يدور حول حل تفاوضي تقبل به أوكرانيا. لاحظ تغير اللغة الدبلوماسية خلال الأسابيع الماضية، الكل يتحدث عن أن الحل في النهاية هو في التفاوض، لكن هناك جزئية يركز عليها الغرب من وجهة نظره، وهو أن تكون أوكرانيا قابلة بهذا الحل. إذن نعم، هناك تطورات تفرضها التطورات الميدانية من جهة، والمعاناة سواء على مستوى أوروبا وأمريكا أو على مستوى العالم من جهة أخرى. هناك تطورات وقعت على الأرض، وهذه التطورات ستأخذ ترجمة دبلوماسية سياسية على طاولة المفاوضات. لن تعود الأمور إلى نقطة الصفر، هذا ما يعرفه الأوروبيون تماما، لكن طبعا يحافظون على الحد الأدنى من واء الوجه، الحديث عن إدانة الهجمات الروسية، الحديث عن وحدة أوكرانيا ومثل هذه الأمور.